حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا يقول: يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر أو عند اشتداد البرد فيجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء. نعم، عند نزول المطر الذي يبل الثياب وقت صلاة المغرب يجمع العشاء معها تخفيفا عن الجماعة، هذا مباح الحمد لله رفقا بالناس. وأما البرد فليس عذرا في الجمع، البرد يأتي ويتكرر دائما، وأيضا البرد يختلف فلا يجمع من أجل البرد. نعم.